وين ما كنتم مشاهدينا بدي احييكم عبر الام تي في مع بدايه هالاسبوع. بدي اتمنى لكم اكيد يكون اسبوع مليء بالنجاحات، مليء بالعمل، مليء بامور حلوه، ان شاء الله اخبار حلوه مش اخبار. تعود اللبناني على كل شيء الحمد لله. ومثل العاده بنبلش دائما بالمعلومه. معلومتنا لليوم: صرف مستخدم من مؤسسة كهرباء لبنان ومعاقبة آخرين على خلفية قبض. فالهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود وعضوية الأستاذ علي فقيه والقاضي أنطوان سليمان أصدروا قرار بصرف أحد مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ومعاقبة آخرين على خلفية قبض رشاوى بموجب تشيكات اسمية لمساعدة أحد رجال الأعمال على تخفيض قيمة استهلاك الطاقة ببيته، وذلك عن طريق التلاعب بالعدادات إضرارا بمصالح المؤسسة وتغليبا لمنفعة الأشخاص على حساب الإدارة. وأوضحت طبعا مؤسسة أنه المرة الأولى تقدم فيها الهيئة العليا للتأديب على صرف مستخدم في كهرباء لبنان، وملابسات القضية لناحية تكرار المخالفات من قبل الموظف ووجود عقوبات كثيرة بسجله، إضافة إلى سوء نيته وقبضه رشاوى بموجب تشيكات والاستخفاف الكبير بالقانون وهيبة الدولة، مما شكل دوافع لإصدار هالعقوبة القاسية. وأعلنت الهيئة العليا للتأديب أنه من المتوقع أن يصدر عنها خلال الفترة المقبلة سلسلة قرارات في إدارات ومؤسسات أخرى لفرض هيبة الدولة. لفرض هيبة الدولة، ومش بس هيك، حماية للمواطن اللبناني كمان، لأنه أي موظف هو بخدمته، بس مش بخدمته أنه يسهلوا الرشاوى. يعني في فرق كبير. متابعات. بمتابعتنا بدي ابدا من حمانة، حيث تلقينا اتصالات من اهالي حمانة بيقولوا انه عم توصل المي عندهم معوكره وما فيها فلترات. استودحنا رئيس البلديه الاستاذ بشير فرحات يلي صار معنا على الخط مباشره حتى نعرف شو السبب، ومش اول مره كمان. يعطيك العافيه رئيس، صباح الخير. الله يعافيك، صباح النور. يمكن مش أول مرة أهالي حمانة عم بيعانوا من توصل عندهم مياه الشفة موحلة حتى ما بتقدروا تستخدموها بالبيوت. هل هو نتيجة بدء أشغال القيسماني أم هناك إذا شتت الدنيا؟ بس هلأ قلنا فترة يعني صاحية، والثلج اليوم ما بيعمل يمكن عكار كمان. ستنا بداية بدي أشكرك، دايما حاملة صوت الناس. الله يخليك، شكرا. بهالخصوص هيدا نحن كبلدية تلقينا عدة شكاوى من المواطنين بهالخصوص، انه هالماي اللي عم تنزل مية الشفة اللي هي صادرة من نبع الشغور يلي هو المصدر الرئيسي للمياه عنا بحمانة. نعم. هالماي هيدي من وقت اللي ابتدأت الأشغال بسد الأيسماني صار عند كل شتوى هالماي عنا عم تتعوكر وعم تصير موحلة لدرجة حتى مش بس للشفة ما عم تستعمل، حتى للقضيان يعني للأعمال المنزلية. نعم لا فيها تتحمم، لا فيها تستعملها للقضيان المنزلي حتى هالماي بهالشكل هيدا. نعم. بهالإطار هيدا أنا توجهت بكتاب لمعالي وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل الأسبوع الماضي، لأنه نسبة الوحول كلمالها عم بتزيد، مع العلم أنه الأشغال بالأيسماني شبه انتهت يعني، وبعدها عنا عم بتوحل الماء زيادة. نعم. بهالإطار هيدا بكرة عندي اجتماع بالوزارة لنشوف إن شاء الله نقدر نوصل لحل بهالموضوع، لأنه طلبت من معالي الوزير التحرك السريع لاتخاذ كافة الإجراءات. أنا سؤالي ريس اليوم، يعني قبل بدء بالقيسماني كنتوا تشعروا أهالي حمانة بتوصل المي عندكم موحلة أو لفترة طويلة؟ نو ابدا ابدا ابدا. كان بس يصير في عواصف قويه ممكن مش تصير موحله، تعوكر الماء. تعوكر مثل كل نعم. تفضل. يمكن كانت بتعوكر يمكن يوم يومين وبترجع بتنتظم. بتعوكر ماكسيموم 24 ساعه وبترجع بتصفى الماء، بس درجه الاتربه اليوم اللي عم بيعانوا منها الناس غير العكره، يعني درجه الرمول الموجوده فيها هي المشكله الكبيره.
أكيد، وخصوصا أنه هلأ كمان هذا الموضوع بيأثر على أساطر المي وعلى الخزانات المي وبدأ ورشة هيدي حدث ولا حرج، يعني على طول عندنا ورشة دائمة بتفك العيارات بتنظف عيارات لنرجع نوصل المي. يعني أكيد، وبعدين عدا عن هيك يعني هلأ السترنات حتى لو بدهم يعبوا ما فيهم يعبوا بالسترنات، لأنه يا بدهم يفضوا الخزانات أو يقطعوا المي. يعني نحن بحمينا حمينا من دون المي منا حمينا. أكيد يعني نحن المي بحمينا هي مثل الشريين بعروق الإنسان. أكيد يعني شغور معروف يعني. نعم يعني بقى صهاريج أو غير صهاريج هيدا نحن بالنسبة لنا موضوع مش مقبول نهائيا مطلقا. لكن نحن بهمنا نحافظ على ميتنا ونرجع نقدر نقدر نوزعها للناس بشكل لازم تتوزع فيه. يعني أكيد يعني نحن بانتظار أكيد بكرة هالاجتماع مع معالي الوزير سيزار أبي خليل، بلكي بتتوصلوا لحل معين، لأنه حل جذري مش حل مؤقت، لأنه بالنتيجة هيدي مي مثل ما عم تقول، يعني المي حياة. فكيف لأهالي حمان يلي تميز هالشغور، يعني بس نقول حمان بنقول مياه الشغور. يعني أهلا وسهلا فيك، أنا حبيت وضح من خلالك للناس اللي اتصلوا فينا كمان كبرنامج، وإن شاء الله منتابع معك بعدين شو بيصير مع وزير الطاقة. شكرا لك بشير فرحات رئيس بلدية حمانة. اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا مسيو. بدي أعزك والله، في بنت خالي عم تعمل عملية صمام قلب وعاوزين بلاكيت أو بوزيتيف من مستشفى الملا، اسمها أوديت خوري. نعم، فإذا إذا ممكن من الخيرين يروحوا يتبرعوا لها كون ممنونك. بالعكس نحن إن شاء الله صوتك هيك بيوصل. فإذا بلاكيت دم فئة أو نيجاتيف أو بوزيتيف، فإذا بلاكيت دم فئة أو بوزيتيف لمستشفى المنلا لعملية قيد الإجراء لسيدة اسمها أوديت خوري. فأنا بتمنى هلا إذا كتار يمكن عم يتابعونا بالمنطقة يتوجهوا إذا قادرين، هيك بتكونوا عم تنقذوا أخت لألكم بالإنسانية. أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله خير وعلى سلام إن شاء الله إن شاء الله. فإذا بلاكيت أو بوزيتيف لمستشفى المنلا لأوديت خوري عم تخضع حاليا لعملية لصمامات القلب. بمتابعتنا كمان أحد الأشخاص هيك شوي كبار بالعمر، نهار الجمعة بالحلقة اتصل وقال يا ست نحن معقولة كل جمعة وكل سبت ينزلونا من بيوتنا بآخر هالليل حتى نشيل سياراتنا، لأنه بدهم يوقفوا سيارات مشان المقاهي والملاهي والنايت كلوبات بالجميزة، هل يجوز؟ أولا بدي أقول لك فيك ما تنزل، شو بيقدروا يعملوا؟ اثنين، نحن اتصلنا اليوم بمحافظة مدينة بيروت البلدية وحكينا مع المسؤول عن السير الأستاذ غسان الياس، أنا بدي أشكره دايما لتواصله معنا، واللي قال لي أنه في قرار كان صادر في تعميم، إذا بدي أقول تعميم عمل لتنظيم ركيني السيارات الفالي باركينج بقرار مشترك رقم 1536 صدر ب 21 أيلول 2011 ونشر بالجريدة الرسمية ب 29 أيلول 2011 إمضاء وزير الداخلية والبلدية مروان شربل آنذاك ووزير السياحة فؤاد وزير السياحة آنذاك فادي عبود، وما زال ساري. والموضوع بالمادة 13 بتبين إنه مين المخول تنفيذ مضمونه. بتقول المادة 13 كل مخالف لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتكلف قوى الأمن الداخلي وأجهزة الرقابة في وزارة السياحة تنفيذ المضمون. يعني على هالمواطنين يلي عم بيلزمون أنه يشيلوا سياراتهم أنهم يتواصلوا مع قوى الأمن الداخلي، وافتكر مخفر الجميزة مش بعيد كتير، أو الـ 112 أو الاتصال بوزارة السياحة وإعطاء شكوى كمان بهذا الموضوع، لأنه لا يجوز أنه ننزل العالم إلا شيل سياراتك، لأنه وين بيخدوها للسيارات ليلة الجمعة والسبت وناس كبار بالعمر يعني، وحتى ولو كانوا شباب مش أصول. بعدين هيدا خط عام، يعني هيدا مش مكتوب باسم حدا. فأنا المواطن يلي اتصل فيه وإذا كان مع اليوم عم بتابعنا بدي أقول لك أقرب شيء يا مخفر جميزة يا أنه توجهوا كتاب لوزارة السياحة، هن المخولين أنه ينفذوا ويتابعوا موضوع الفالي باركينج يلي عم بيطلب من الناس إلزامية يشيلوا سياراتهم حتى طبعا هن يتصرفوا بسيارات الناس اللي بدها تسهر.
كمان بمتابعتنا بدي أقول أنه مياه جبل لبنان، مياه بيروت وجبل لبنان سليمة، هذا اللي أبدته، ومثل ما فهمنا من مياه بيروت جبل لبنان المي سليمة وخالية من الجراثيم خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول. وأما بما يتعلق بنسبة الملوحة والعسرة والإجمالية فمرتفعة، خصوصا بأبار الزغزغي، نهر الموت، طميش، خزان الناعمة الرئيسي يعني مركز تجمع مياه أبار الدمور، المشرف والناعمة. وفي محطات وخزانات وأبار المشرف، الدمور، الشويفات، الريشاني واحد وأميل الحاج. والدوائر المختصة بالمؤسسة تعمل حاليا لمعالجة النوعية وبعض الخصائص الكيميائية الأخرى بتغذية هذه المصادر وخلطة. وعم تدرس المؤسسة حاليا توفير مصادر بديلة تدخل في إطار النوعية والجودة للمياه المعدة للشرب، وذلك حفاظا على الصحة العامة. حبيت أوضح الموضوع لأنه، ولكن موضوع القيسماني يختلف عن موضوع مياه بيروت وجبل لبنان. فاصل ومنتابع. منتابع الحلقة عبر الام تي في، اتصالاتكم على 04-444-444. بدي كمل بالمتابعات. كمان المواطن اللي اتصل فينا من العقورة بيقول لهلأ بعد عنده كمية لا بأس بها من التفاح، لهلأ بعد عنده قسم ما صرفه وبالوقت زيته، لهلأ الهيئة العليا للإغاثة بعد ما عودت على مزارعي التفاح. اتصلنا اليوم برئيس الهيئة اللواء محمد خير، عم بيقول مازال الجيش اللبناني مشكور عم بيقوم بمسح بعد ما انتهى من المسح، لأنه نتيجة الظروف إن كان تلج ولا ظروف طبيعية اللي أعاقت هذا الموضوع ببعض القرى والبلدات، بس ينتهي يعني حوالي من هلأ للشهر شهر ونص بالكتير. أكيد الهيئة العليا بتحول الموضوع للمالية حتى تصرف الحوالي المالية. هذا بموضوع التفاح، لأنه في كمان اليوم عم في مطالبة بموضوع الليمون، موضوع البطاطا، يعني وكأن مفروض إعادة النظر بالرزنامة الزراعية، لأنه دايما المزارع عم يتكبد خسائر بالوقت ذاته، رح يجي الموسم الجديد وبعد ما تصرف كمان هذا الموسم بالرغم من التعويض يلي بدهم يحصلوا عليه، إذا مش اليوم أكيد يعني من هلأ لشهر ونص إذا الله راد. هيك فهمنا من رئيس الهيئة العليا للإغاثة. على كل حال يعني كمان يعني إجمالا البرادات اليوم بأدار بآخر أدار مبعود بتفضى، يعني مبعود عندها لا تفاح ولا عندها أي شيء مخزن بالبرادات لأنه ببلش موسم جديد. من هيك بكرة ببلش موسم الكرز وما وغيره. من هيك يعني إذا ما تصرف التفاح هلأ بهالفترة هيدي ما بعرف، كمان هاي مشكلة إضافية كمان رح ترجع بالرغم من الدعم يلي صار يلي، ولو أنه بعد ما قبضوا هلأ رح يعني أكيد رح يقبضوا بالمسح يلي بده يجري، بس كمان ترجع يحضروا الأراضي ويرجعوا كلها مكلفة. يعني إن شاء الله تتأخر شوي هالتلج، يمكن هيك بتعطي فرصة أطول شوي إذا بدنا نقول. بعدين عم لاحظ بالأسواق اللبنانية تفاح اللبناني بألف وبألف وخمسمية وسبعمية وخمسين، وعم لاحظ كمان أنه في تفاح أجنبي بألفين وثلاثة آلاف وأربعة آلاف الكيلو. فأنا بدي لكم يا لبنانية اشتروا تفاح لبناني لو شفتوا هالنقطة البنية عليه، هيدي صرنا حاكين عنها عدة مرات، ما بتضر بالتفاحة ولا بتضر بالصحة. هيدي النقطة نتيجة البرد يلي إجا ويلي أصاب الموسم ويلي عمل هالبقحة هيدي. فمن هيك ما تترددوا، يعني كيف ما كان من ضمنا نشجع المزارع اللبناني ناكل تفاح لبناني، وبالوقت ذاته بنقدر نعمل مربى، في جاتو، في كتير أمور بنقدر نستفيد منها من هالتفاح. شجعوا التفاح اللبناني ما بتكونوا إلا مبسوطين، ليش لا خلي التفاح كمان حدا عم بقلي. باخد اتصال. ألو، أهلا مدام. عم بحكيك من الحزمية شارع سحيمة. الحزمية شارع سحيمة. شارع سحيمة، ايه تفضلي. عنا الكهرباء امبارح اجت ستة وراحت ستة واجت ستة الصبح. نعم. وجت راحت تسعة، يعني عم بيعطوني هالثلاث ساعات بالنهار وبالليل ثلاث ساعات، كنت تجينا سبعة ثمان ساعات، ما بعرف ليش انا يومين هيك. ليكي بدي اسال اذا في عطل عم بيصلحوه، بس التقنين يكون ثلاثة بثلاثة ما بعرف، خليني اسال واكيد بنجاوبك بكره بحلقه بكره اذا الله راد. تكرم عينك، اهلا وسهلا. يعني موضوع الكهرباء صراحه بطلنا نعرف اذا تقنين ولا في اعطال،
دائما بالعوامل الطبيعيه القاسيه، لانه خطوط هوائيه اكيد بتاثر، وفي صعوبه بيبقى مرات عند الفرق الفنيه حتى تصلح بعواصف وبرعوب. بس هلا فينا نقول انه يمكن الجليد مأثر شوي والصقيع، يعني يعطيهم الف عافيه، انا بحييهم جميعا. بس قضيه اللي بيكون في تبديل بقضيه التأنين، يعني مفروض أقله يعرفوا الناس، لأنه ناس بتنطر الوقت تطلع بالأسانسور أو تتبطل تطلع أو تجيب أغراض، خصوصا على الطوابق العالية. يعني بعدها نفس المشكلة نحكي فيها، نفس المشكلة ما تغيرت. ألو ألو ألو، بونجور بونجور. وحيدة اللي بحكي مع مدام روبيكا. تفضلي تفضلي. جوزي كتير تعبان، بده عملية، بده شورة مخه، وعم بظن على طريقة ما حدا عم يساعدني. وين بده يعمل عملية مدام؟ مش عملية حبيبي، صورة، صورة عنده أعصابي راسه. إيه وين بده يعمل الصورة؟ بدي يعمل إياها بالمعونات. إيه هو ما عنده لا ضمان ولا تعاونية ولا شيء؟ قد إيه عمره جوزك؟ قد إيه عمره؟ 52. آه ليش سألتي؟ فكرت فوق ال 64، كان هيك ما بيربح جميلة حدا بفوت دغري. لقلك شغلة مدام، ما بعرف ما بعرف إذا وزارة الصحة بتغطي صورة، صورة هي صورة شو؟ لا هيدي ما هي ما بيعملوها على الوزارة، لأنه أعصاب. ما هيك شفتي؟ لا عم بقلك يعني بنعمل استثناء، بدي أسأل الوزارة إذا بالإمكان إنه يدخل يعملها، وإلا بطلب من كل لبنانية. الله يخليكي، بطلب من كل لبنانية يعني حسني عنهم، بحاجة بحاجة اعملوا هالصورة، عايزة بعد 200 دولار. كيف بيتصلوا فيك مدام؟ على 70. نعم 712-065. اوكي 70 712-065. نعم حبيبي الله يخليكي، بطلب النجدة من كل لبنانية. ان شاء الله ان شاء الله وعلى سلامة. كمان اهلا وسهلا فيك. بدي اذكر كمان بالنداء الانساني، قضية خوري عم بتخضع لعملية صمامات قلب بهالوقت هيدا بمستشفى المونلا، وهي بحاجة لبلاكات من فئة او بوزيتيف. إذا في حدا قريب من المستشفى وبحب يتبرع، لأنه البلاكات بدها شوية وقت وطبعا أساسية، يعني من هلأ منقول له شكرا أنه هون عم بينقذ أخت له بالإنسانية، يتوجه لمستشفى المنلا أو بوزيتيف بلاكات. يعني موضوع كمان الدم اليوم كمان، يعني بشكر دايما يلي بيلبوا نداءات الدم، لأنه أساسية بحياة الإنسان. وبنك الدم قد ما يكون عنده مرات في فئات بتبقى شوي صعبة، مرات في فجأة كمان بيطرق شيء أثناء عملية أو حادث سير أو شيء من هيك. أنا بشكر كل الناس اللي بتروح وبتتبرع لناس ما بتبقى بتعرفها، بس إنسانيا ما بتتأخر. فأنا من هلأ بقول لهم شكرا، وإن شاء الله يكونوا كتار يلي بدهم يتقدموا حتى يعطوا بلاكات لهالست، حتى كمان تصير العملية وتتم بخير. مستشفى المونلا أو بوزيتيف بلاكات. باخد اتصال في بذكر على 04-444-4444. بنتقل لصورة اليوم إذا جاهزة بهالوقت. طبعا هيدي الأشغال هي على جسر الفدار باتجاه الشمال، هالأشغال هيدي عم بتسبب فواصل، هي ما بعرف إذا عم يشتغلوا عليها أو تركينا، بس عم بتسبب حوادث سير وأضرار مادية جسيمة للسيارات. فأنا ما بعرف إذا مين عم يعملها، إذا بلدية الفدار، إذا وزارة الأشغال، ولكن مش مسموح بقى تبقى هالفواصل على الجسر بهالطريقة، لأنه مصيدة حقيقية يعني بتسبب حوادث. واللي بعت لنا هالصوره بدي اشكره، ان شاء الله كمان احنا بنوصلها للمعنيين. يعني بنحكي جسر الفدار، بنحكي البلديه او وزاره الاشغال. باخذ اتصال. الو مثل ما قلت، يعني ما بعرف اذا البلديه هي لازم تعملها او وزاره الاشغال، ولكن مفروض انه تنعمل بسرعه. الو الو، اهلا مسيو، يعطيك العافية. أهلين. لو سمحتي بدي أحكي مدام ريبيكا. تفضل. ألو ريبيكا معك، تفضل. يعطيك العافية. أهلين. عم نحكيكي من ناحية النعمة. إيه أهلا وسهلا. ظهر شقيفة بالحي. نعم. في شغلتين بس بدي أقولهم لحضرتك، مشان من قصة المي والكهرباء. أوكي.
هلا بالنسبة للمي في عنا بالحي نحن بنايتين. نعم. مقطوع عنه المي صار لهم شهور وعم نحكي بلدية كل يوم وما حدا عم يرد علينا يعني. ايه عم نشتري مي كل يوم. انتم منين بتاخذوا مي؟ من عين الدلبة. من عين الدلبة، اوكي خليني اشوف. شو اسم البنايات؟ بنايات مين؟ بنايات عبد الرحمن فخر الدين، ملك فخر الدين. اوكي. اوكي، وموضوع الكهرباء؟ موضوع الكهرباء كان في مطمر حارة النعمة. مزبوط. مطمر النعمة تسكر وعلى اساس انه قالوا انه بدنا نعطوا الكهرباء على 10 سنين او 15 سنة ببلاش للمنطقة. مزبوط. للبعورتة وعند رافيل والدمور وحارة النعمة والنعمة. نعم. نعم. السكان الضيعة اللي حدنا عم ياخذوا كهرباء صاروا 24/24. انتوا بعد ما اخذتوا؟ نحن عنا لازم يصير هيك، بس في موتورات ضغطة على حدا معين مشان يقطع الكهرباء مشان هن يدوروا وياخذوا ويقبضوا. اوكي، إذا هيدا قرار دولي إنه 24/24 بالمنطقة مفروض الموتورات تسكر، يعني إلا إذا صار لا سمح الله شي عطل يعني. بس من هلا لازم يفكروا من هلا لعشر سنين إنه أصحاب المولدات، هيدا قرار متخذ على صعيد الدولة يعني، مش قرار هيك عادي. نحن رح نحكي مع رئيس البلدية لنشوف وين اتصالاته وشو بيقدر يعمل بهذا الموضوع، إن كان موضوع المي أو إن كان موضوع خصوصا مولدات الكهرباء. بعدين بموضوع مولدات الكهرباء، حدا عم بيقول لي إنه بتبقى البلدية محددة حد أقصى للموضوع، لما بيجي الجيبة تبع المولد الكهرباء بياخد أكتر، فأنا هون يلي عم ياخد أكتر من الحد الأقصى يلي محدده البلدية ما يدفع يتواصل مع البلدية، وما مش الحال بيحكي مع منسق المولدات الكهرباء بالمنطقة أو يلي مكلف بجبل لبنان داني أوديشو. نحن نقدر نعطيكم رقمه، بس إنه لازم يلتزموا بالسعر يلي بتوضعه البلدية، بيكون مدروس وبيكون كمان صادر عن وزارة الداخلية ووزارة البلديات ووزارة الطاقة، وأكيد يعني معمم من قبل البلديات. بعطيكم موعد بكرة دايما مع الحل عنا. إلى اللقاء.